اكزامبل هنا اللي هو كومباوند نيو كومباوند نيو درايف لايك موليكيول اللي هي هاي نيو درايف لايك موليكيول اسمها اكسار 215 هاي ستراكشر مودل اوكي هاي ستراكشر مودل نيو درايف لايك موليكيول اللي انا اريده طبعا انا ليميتد ووتر سيربيلتي هذا حولها الى شنو ووتر سيربو دريفيتيف حتى اقدر احليها دوست فورم معين صراحة اشتغل اول درايف خلصت من هاي المشكلة لازم درايف ها عم ياسي شلون اشتغل برو درايف راح نجي نحلل الستراكشر ستراكشر على كل لو فينا ستراكشر بكل لو فينا معناته الكتل حتى يصير برو درايف ووتر سيربل شو احتاج ممكن فوسفيت ممكن شنو بعد ممكن ساكسينيت ممكن ايش امينو اسيد فانت عندكم اكثر من طريقه اكثر من طريقه راح نشوف استراكشر اليوم هل ممكن اسوي باي بابتيد بسبب مين سيركندرنس عندي مجموعه ايزوبروبين فعلا اسوي باي بابتيد برو دراج اتوقع راح يفشل الابروتش بسبب شنو هو؟ استريكن درايس فرطا شو اسوي؟ باي بارتيت راح اسوي لينكر شو استخدم لينكر؟ اما تجيبون سي ال سي اتش 2 مثلا او اتش او سي ال سي سي اتش 3 او تجيبون سي ال هذا كله لينك اوكي راح تفعلوا ويانا ويا هذا البارت ايش راح ينطيكم؟ خلينا نقول هذا ار حتى نقسم للمشكله تمام سي اتش 2 صار عندي طرف كحول هذا طرف الكحول ايش فيه؟ بعيد عن ستريك هندرنس ايش اريد انا احوله الى ووتر سوليبل راح اجي او اتش افاعلهم ايش راح يعطيني فوسفيت استر بعدين احولها الى صوت داي صوديوم صوت ووتر سوليبل اكو غير طريقه اكو ساكسينيت هم يلها يعني تجيب شنو ساكسينيت هايدرايد نفس الشيء يعني هذا كحول واقدر اجيب ايش؟ اجيب امينو اسيد بس احنا الطريقه اللي هي المور ستيبل المور ستيبل ميثود اذا ترام فور انجكشن شو استخدم فوسفيت اوكي بل ارى ايضا يرهم الفوسفيت بس اذا ترام امينو اسيد اكثر شيء راح يفيدني بالاورا حتى شنو استهدف شنو هو ترانسبورت وين بالانتستين حتى يصير له شنو هو ابزوربشن دايركتيف ترانسبورت اسمع لي هنا لا هنا فتح هاي القاصرة يصير ساكسينيت سكسينيت استر خلنا بالمحاضرة الأولى أو أمينو أسيد أنتو الطريقة إذا كان
فور انجكشن تخصم حتى يكون ستيبل ريدي فور انجكشن. شنو فوسفيت اورال؟ ايضا ينعم الفوسفيت، ايضا ينعم الفوسفيت او امينو اسيد. انا قلت شلون تستخدم امينو اسيد اذا كان الدرج بمشكله بالفيرست باس افكت. اذا كان الدرج بمشكله بالفيرست باس افكت احاول شنو الى امينو اسيد يستخدم يحسن هاي المشكله. بعد مثال وين عندكم مشكلة مثال حتى خلينا شنو ببالكم؟ شنو ببالكم فتشي يعني على الموضوع؟ عهد ها؟ ممكن يكون برو دراج. شلون احسن اكتيفيشن؟ يا طريقه اليمنيشن اكتيفيشن، حتروح هاي البروتون راح يصير هذا خلينا نقول بروتوكول. شلون بيصير الاكتيفيشن؟ نفس شنو؟ الانوكسيدين.
اكو مشكله هذا منو ام ار الام ار هاي ستراكشر مال ما عندي أمايد تذكرون عندي ناشنو سكندر أمي شنو ممكن يكون لينكر بيناتهم راح أجيب هذا ستركتشر زاد ما ستركتشر بوجود فورمال ديهايد راح ينطوني شنو هو مانف از بروتون راح ابدل هذا اوكي راح امسح بوجود شنو؟ بوجود current of CO2 بوجود current of CO2 بعد؟ CO2 بعد انا بس اكزامبل يعني باي استخدم كل وطار سجل الامور بين ما انتشر الاكزامبل
النقاط which of the following ممكن اعتبرها وايد كونسبت لايك شلون كلهم؟ في الاول اندي ميثيليشن الثاني اندي ميثيليشن اوكي او دي ميثيليشن That's not what we're talking about. S oxidation. S oxidation. What's all it? S. Bad. What are they? All the In the first one, last structure, and the two sides. ممكن S oxidation ممكن okay contain active metabolite اللي هو X S oxide أو a major عم تقولكم ال N degradation هو major the N degradation الثاني ممكن نعيش السنوما by S oxidation contain H active metabolite يعني هذا بي سلفر زين والثالث عندي S oxidation وأيضا عندي OH oxidation بين carboxylic acid والأخير O degradation إذا كله ممكن يكون شنو ما باربي كاستا كودا حسب اللي أخذنا أي S موجود أي S موجود ممكن يصير له S oxidation لا هذا استر